أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وغيرها يومئون بالركوع والسجود طاقتهم، وكذا كل خائف على نفسه يصلي حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. نعم، أيضا من صور صلاة الخوف أن يصلوا رجالا وركبانا، رجالا يعني أرجلهم وركبانا على أفراسهم، يعني إذا اشتد الخوف، اشتد الخوف كل واحد يصلي لوحده، كل واحد يصلي لوحده، إذا كان القتال شديدا ولا يمكن التوقف ولا كذا، كل يصلي وحده رجال وركبانا، يعني يكبر يستشعر أنه راكع يستشعر أنه ساجد. لكن إذا اشتد الخوف كثيرا بحيث أنه ما يقدر يخشع في صلاته، مشغول بالحرب، الحرب قائمة، هنا ذهب أكثر أهل العلم لأنه يؤخر الصلاة، يؤخر الصلاة إلى أن يتوقف القتال. ولذلك في فتح تستر في بلاد فارس لما حصل القتال، بدأ القتال في آخر الليل واستمر إلى طلوع الشمس، يعني ما صلوا الفجر، طلع الشمس ما صلوا الفجر وفتحت تستر، لا الحمد لله. لكن يقول أنس بن مالك: والله ركعتا الفجر أحب إلي من فتح تستر، يقول ما صلينا الفجر إلا ما طلعت، إلا بعد ما طلعت الشمس، فوالله لو صلت لو صلينا الفجر في وقتي أحب إلي من فتح تستر. لكن أخروه، هذا القصد، أنهم أخروا صلاة الفجر إلى أن فتحت تستر. ولو كانت صلاة رباعية مثلا، هذا إذا كان خوف سفر، لو كانت رباعية هم مهاجمين عن العدو في بلدنا، ما في قصر، من القصر خاص للسفر، فيصلي بطائفة ركعتين وبطائفة ركعتين. إذا كانت ثلاثية المغرب مثلا، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين بالطائفة الثانية ركعة، أو يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين، كل هذا جاز والأمر في هذا واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.